FM. الكلمة ليك. رجعنا لكم في الاتراس ومازالوا ضيوفنا بحضانا محدين بن منصور منير بن محفوظ. كيف نحكيوا على مهرجان منزل تميم في الدوره 27. كنا نحكيوا على بقى على تفاصيل المهرجان على العروض في الدوره هذه مع سي محدين. سي منير عندك ميساج تحب توصله؟ والله الحقيقه الميساج هذايا هو متعلق بزوز اطراف. الطرف الاول هو السلطه الثقافيه اللي متمثله في وزاره الثقافه وفي المندوبيه الجهويه للثقافه باش ياخذوا بعين الاعتبار التمويل للمهرجانات الصغرى اولا في مقابل انه الدعم الكبير ماشي للمهرجانات الكبرى اللي هي عندها موارد اخرى ينجموا يدخلوا منها معناها فلوس. المهرجانات الصغيره ما ينجموش اكيد. المهرجانات الصغيره بالطبيعه اذا مستحقه اكثر دعم واكثر معناها وقوف الى جانبها من اجل انها تبرز كما بقيه المهرجانات. بالرغم اللي مهرجان صايب منزل تميم في دورته 27 ولكنه للاسف الشديد وسامحوني في العباره ظل محتقر. يعني فما نوع من التمييز السلبي اللي اليوم احنا الدولة متوجهة في التمييز الإيجابي سواء كان ثقافي أو اقتصادي، هذا اللي نحب نناديوله أولا بالنسبة للسلطة الثقافية. النقطة الثانية هي أنه يتم إذا تخطيط أو تقديم العروض في وقت مبكر جدا حتى باش يتسننا نحن نجمو نعملو التنظيم تاع المهرجان تاعنا على بكري باش حتى نجمو نتصرفو في مسألة سبونسور. هذا مهم جدا نتحركوا، هذا مهم لان واقفين للاسف يعني البرموس نقل المندوبيه الجهويه تقريبا الكل ونابل ما نجمش يكون مفصول عليهم. البرمجه كانت متاخره هذا ما يقدمش بالمهرجانات وهذه تقريبا مشكله اغلب المهرجانات. لكن ثم مهرجانات اخرى بحكم عندها مسارحها بحكم عندها امكانيات اخرى دونك نجمت تتجاوز الحكايه هذه. منزل تميم ما نجمتش تتجاوزها لغياب الفضاء بالاساس. معناها هذه يظهر لي معضله المعضلات في المهرجان بتاعكم وغياب الفضاء يعني كان ثم دعوه نوجهوها للسلطات الكل سواء كان جهويه او وطنيه. يا ولادي يهديكم ابنيوا مسرح، المسرح موجود في منزل تميم، كملوا المسرح هذا لانه يظهر لي اقل حاجه تستحقها منزل تميم اليوم اسامه هي بناء مسرح واكثر عنايه بالمدينه هذه الجميله في تونس اللي هي ساحلية وقبلة للتوانسة كل. واحنا تو ساعين سمحني سي محدين تفضل تفضل. احنا تو ساعين باش نحيو الزبدة باش نحيو فهمنا مع السلطة أن باش نحيو الزبدة ميكرو سمحني. اي هذا معناتها نقطة حبيت نوضحها قاعدين نقصوا فيها باش نحيوها قدرة ربي باش نعملوا المسرح نتاعنا. تفضل سي منير. الطرف الثاني هو إضافة للسلطة الثقافية نحب نتوجه زادة لأصحاب رؤوس الأموال ونقول إذا كان اليوم المؤسسات التربوية اللي هي باش تنور معناها الثقافة من أجل أن نحسنوا الاقتصاد وأن معناها نوفروا أرضية متاع استقرار اقتصادي راهو كذلك يلزم يعاونوا في المهرجانات ويدعموا المهرجانات لأنه لا سبيل أنه الاقتصاد يتطور إلا بتطور الثقافة والرقي. شكرا لكم سي محدين منصور مسؤول على البرمجة في المهرجان الصيفي منزل تميم. سي منير بن محفوظ عضو مساعد أمين مال نورتونا اليوم في كابا فام وصوتكم إن شاء الله أوصل للسلطة وإن شاء الله يكمل المهرجان في ظروف طيبة خاصة العرض الأخير عرض The Best of Show اللي لطفي العبدلي ويتفضل. قبل ما نقطع معناتها البرنامج مش نمشيو الفقرة الفقرة قبل ما نمشيو لفقرة أخرى ماذا بيا زاد فما ميساج آخر نحب نوصله مزيد من الشفافية في التعامل مع الأمن يهديكم. راهو مهرجانات ضعيفة سيسوهم خاصة في المناطق الداخلية راهو مهرجانات ضعيفة راهو ما عندهمش إمكانيات راهو ما تلزوش عليهم بكل لطف بكل لطف. فما مهرجانات كبيرة تنجم تخلص راهو مهرجانات صغيرة هذه ما تنجمش تخلص الأمن يهديكم. مرسي بوكو. نحكي أسامة على مهرجان كبير اسمه مهرجان الحمامات الدولي نهار الخميس 4 أوت عرض اسمه هشك بشك شو عرض يجينا من لبنان. هذا العرض يحكي في لوحات تضمن عشرات الأغنيات يؤديها 10 فنانين يأخذونها من الحقبة بتاع الزمن الجميل بعد مرور عام من نجاح العرض هشك بشك شو. اليوم نلقاوه موجود في الحمامات نلقاهم برمج في المهرجان. يظهر لي التنويع اللي صاير في مهرجان الحمامات مهم جدا. بالرغم اللي اليوم برشا
الجمهور حتى في نابل فرحان برشا، حتى في تونس كي يجيو المهرجان الحمامات الدولي كل واحد يلقى الفن اللي يعجبه، كل واحد يلقى الأذواق الكل موجودة، وذي معناتها حاجة باهية برشا. المهرجان الحمامات الدولي نتمناو له اكيد انه يكمل في النجاحات نتاعه. ولا العرض هذا مش كما قلت نهار الخميس 4 اوت، عرض نسمع منه شويه، احنا قاعدين نسمعوا في شنو مكونات العرض، تقريبا محاكيات للزمن هذاك الجو هذاك في قالب مسرحي. دونك العرض هذا منتظر باش يكون عرض متميز في كما عودنا مهرجان الحمامات، جمهور مهرجان الحمامات ولا عنده جمهور الخاص باش يكون به. احنا راجعين بعد شويه مع ضيوفنا فيصل وبسام نحكيوا على مسرحيه اسمها مباركه ومبروكه الليله في مهرجان نابل الدولي. الكلمة ليك